الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية العراقية ويشدد على حرص مصر مواصلة تعزيز التعاون. الرئيس السيسي يوجه بأن تستهدف استراتيجية تنمية سيناء تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. مع استمرار الأزمة الأوكرانية، الاتحاد الأوروبي يؤكد العمل على التصدي لأي مخالفات روسية خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين من أبناء سيناء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عبد اللطيف رشيد والسيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء، ومؤكداً ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة. من جانبه نقل السيد محمد الحلبوسي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه رئيس العراق ورئيس الوزراء مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر ومثمناً دورها في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لا سيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ولواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء التي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء
إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السينوي على كافة الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له لتعزيز التعاون مع البرلمان العراقي في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. أكد مدبولي أهمية دور المجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، معربا عن تقديره لما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والعراقية من تعاون وثيق. خلال اللقاء أعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلع البرلمان العراقي لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وكذا في إطار آلية التعاون الثلاثية المشتركة بين مصر والعراق والأردن. استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وخلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مع التأكيد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وللجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب. كما أشار شكري إلى توجيهات الرئيس السيسي بدفع التعاون مع العراق الشقيق إلى أرحب الآفاق، مثنيا على التطور الملموس في العلاقات الثنائية وفي إطار آليات التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة. هذا وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتقديم العديد من البرامج، خاصة تنظيم القوافل الطبية التي تصل بالخدمة الصحية إلى مستحقها. وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة، ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بجودة خدمة الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب بدأت بتفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مقدمة من الأعضاء، فضلا عن إحالة اتفاقيتين بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنهما. كما استعرض المجلس التقرير النهائي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم الموافقة على مشروع القانون في مجمله عقب المناقشة من قبل النواب. وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه، منها الارتقاء بوجود خدمات الأرصاد الجوية، ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكماً له. أنا بوافق على هذا القانون، لأن القانون في إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهذه الهيئة طبعاً مهمة فيما يخص البيانات اللي تقدر توفرها لكل متطلبات فيما يخص يعني البيئة، فيما يخص الأمن القومي، فيما يخص كافة الجهات والطيران المدني. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويؤثر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. المجلس من جانبه قرر تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يأتي في توقيت هام كونه يعود بالنفع على الملاحة الجوية. مهم جدا نتكلم على مسألة رصد الأجواء سواء كان على مستوى الأرصاد الجوية أو حتى كمان البحرية. يمكن كان في مادة هامة جدا متعلقة بمجابهة الشائعات والتصدي ليها. يمكن طبعا كان مهم ان احنا نقول ان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت بتخضع في عملها الى القرار رئيس الجمهورية سنة 1971، فبالتالي احنا بنتكلم على فترة زمنية طويلة جدا، فكان من الأهم ان احنا نعيد تنظيم عمل الهيئة بما يمكن الدولة المصرية من ان هي تكون عندها قوة رصد للأجواء سواء كان بحرية أو جوية، وفي نفس الوقت أيضا يبقى تبقى مناخ جاذب للاستثمارات سواء داخليا أو خارجيا، وفي نفس الوقت أيضا أن الهيئة يكون لها مجال أوسع وصلاحيات أوسع في مجابهة الشائعات. توقيت هذا القانون هو أمر مهم جدا، خصوصا أن هو بيعود بالنفع على كافة الأجواء المتعلقة بالملاحة البحرية أو الملاحة الجوية، وده أمر في غاية الأهمية والخطورة، وكمان بينظم ويحوكم قضية نشر البيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية، وده أمر مهم جدا. كان هناك بعض التعديلات المتعلقة بمجلس الإدارة وطرق الإبلاغ المتعلقة بمحاضر مجلس الإدارة وصياغتها ومدة مجلس الإدارة وما إلى ذلك من تعديلات أثارها السادة النواب النهاردة وتم الموافقة عليها وتعديلها. نظمت دار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأقيمت الاحتفالية بالمسرح المكشوف بمشاركة فرقة الموسيقات العسكرية. إحياء للذاكرة الوطنية للمجتمع المصري، شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية سهرة غنائية خلال الشهر المعظم بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان. بدأت السهرة بفرقة الموسيقات العسكرية التي قدمت مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمرشات العالمية. الاحتفالات العاشر من رمضان ده، لا ده عيد عند كل المصريين، كل المصريين بيحتفلوا بعاشر رمضان أو احتفالات نصر أكتوبر، يعني عيد عند كل الناس، مش بس يعني احنا بنزود ده بالاحتفالات الفنية بالليالي الفنية اللي احنا بنعملها، لكن الموسيقى او الفنون يعني كل حد فينا او كل الاطفال او كل الكبار او الشباب بيبقى ليهم يعني مش انتماءات بس ليهم مزاجات مختلفة، او يعني كل حد بيحب لون مختلف في الموسيقى، فاحنا بنحاول نحافظ على ان احنا يبقى عندنا التنوع ده ما بين الفنون الشبابية ما بين الموسيقى الكلاسيكية. وخلال الحفل قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار عددا من الأعمال الغنائية الوطنية والروحانية الشهيرة التي تثري الروح الوطنية. بشارك في حفلات الجبهة حتى كتير جدا، في حفلات كتير قوي. النهاردة بنحتفل في شهر رمضان، بنغني أغاني مناسبة لرمضان ومناسبة عشر من رمضان لذكرى انتصارات الحرب أكتوبر في 73، يعني حاجات كتير قوي، أغاني وطنية أغاني دينية لرمضان، يعني أغاني مشهورة جدا زي رمضان جانا وغيرهم كتير. هي حفلة جميلة، ودكتور محمد عبد الستار بيدربنا حلو قوي وإن شاء الله هننجح. أنا النهاردة عندنا حفلة العشر من رمضان، إحنا دلوقتي يعني بنغني وبنقول أغاني رمضان وأغاني وطنية. أنا النهاردة هغني أغنية سمينة وعدينا، غني طرازي القديم مع دكتور محمد عبد الستار، والنهاردة هغني أغنية عاش في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. الأوبرا أعدت برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان الكريم، يتضمن عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، ولتكون دار الأوبرا المصرية دائما وأبدا ساحة للإبداع واكتشاف المواهب الواعدة والصاعدة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد سيتصدى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي. وأضاف بوريل أنه على الرغم من أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن فإنها تواصل انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة. أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية تتراجع عن بعض المواقع بسبب الإجراءات المنسقة والماهرة للمدافعين الأوكرانيين في قطاع دونيتسك على حد وصفهم. وقال المتحدث باسم قيادة التفرية العسكرية الأوكرانية المسؤولة عن المناطق الجنوبية، قال إن القوات الأوكرانية تعمل على تجهيز هذه المواقع لتنظيم عمليات دفاعية. كشفت السلطات الروسية أن الانفجار الذي وقع داخل مقهى في مدينة سان بطرسبرغ وأسفر عن مقتل مدون عسكري معروف نتج عن عبوة ناسفة، لافتة إلى فتح تحقيق جنائي بهذا الشأن. وقال المحققون في بيان لهم إن عبوة ناسفة انفجرت داخل مقهى في وسط سان بطرسبرغ ما أسفر عن مقتل مدون مؤيد للعملية العسكرية في أوكرانيا، فيما أصيب أيضا 19 شخصا. أجرى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في بكين، وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الصيني حث اليابان على تعزيز الحوار والتعاون مع بلاده والمساعدة في إدارة الخلافات بينهما. يواصل التضخم انخفاضه في أوروبا بسبب استقرار أسعار الطاقة، وبلغ معدل التضخم في أوروبا نسبة 6.9% في مارس الماضي مع تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ما زال التضخم يلتهم الأجور في أوروبا على الرغم من انخفاضه بسبب تراجع طفيف لأسعار الطاقة عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها قبل عام بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. معدل التضخم في أوروبا بلغ نحو 6.9% في مارس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتسارع زيادتها بالنسبة للمواد الغذائية. وفي منطقة اليورو انخفض التضخم السنوي في مارس الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسبة أكبر مما كان يتوقعه خبراء استطلعت آراءهم وكالة فاكتسيت وبلومبرغ، وقدروا ذلك ب 7.1% في المتوسط بعد 8.5% في فبراير. في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يواصل رفع أسعار الفائدة بسبب معركته لإعادة التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2%، ويكمن الخطر في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد بقوة مع الحد من الإقراض وإلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس البنك الأمريكي SVB وإنقاذ كريدي سويس. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يوليو، ولا ينوي التوقف عند هذا الحد على الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي أثرت على القطاع المصرفي وتوقعات النمو الضعيفة جدا لهذا العام. ضرب زلزال قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة الواقعة إلى الشمال من أستراليا، وقال المركز الأمريكي لرصد الزلازل إنه لا خطر من حدوث موجات المد العاتية في أعقاب الزلزال، بينما لم تكشف السلطات المحلية بعد حجم الخسائر التي أسفر عنها الزلزال. اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمروين التابعة لإدارة القصير الصحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 270 حالة بمختلف التخصصات الطبية خلال يومين، منها إجراء 58 فحصا معمليا وإجراء 16 كشفا بالأشعة والسونار، كما تم إجراء 30 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.
بنقدم جميع الخدمات المتاحه بالمجان من كشف علاج حشو وتنظيف وخلع، وجاهزين لاستقبال الحالات في اي وقت ان شاء الله. بنقدم الخدمه الطبيه مجانا. احنا عندنا كصيدليه بنقدم اكثر من 100 صنف بغلب اغلب التخصصات الطبيه زي البطنه والجراحه. المريض بيقوم بالكشف وبعد كده بيعمل التحاليل اللازمه وبعد كده يجي يصرف العلاج كله بالمجان. استكملت مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق المواد الغذائية بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة كتف في كتف في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انضمت لأسرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية كمتطوعة البطلة الأولمبية سارة سمير التي مثلت مصر ورفعت اسمها عاليا في المحافل الدولية في لعبة رفع الأثقال، وعبرت عن سعادتها بانضمامها لأسرة حياة كريمة ومشاركتها في توزيع صناديق الحماية المجتمعية ضمن مبادرة كتف في كتف. سعيدة جدا بانضمام مؤسسة حياة كريمة مبادرة كتف في كتف كمتطوعة لتوصيل الدعم لأهالينا في جميع مناطق الجمهورية إن شاء الله، وبنشكر الرئيس على دعم مستمر للشعب. احنا النهاردة ضمن مبادرة كتف في كتف اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 مليون كرتونة بتوصل لأهالينا في كل مكان. احنا في احد قرى مركز القصاصين بنوصل هدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالينا. احنا كمطوعين حياة كريمة بمركز القصاصين في قمة السعادة والانبساط ان احنا النهاردة وسط أهلنا، والسعادة اللي في وجوه أهلنا النهاردة. قامت محافظة أسيوط بالاشتراك مع الوحدة المحلية وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذ حملة توعية وتشجير بمدينة أسيوط والوليدية وقناطر أسيوط الجديدة، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة. تسلمت المحافظة 170 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن المبادرة، وبدأت في زراعتها، حيث يصل نصيب أسيوط من المبادرة إلى أكثر من 3 ملايين شجرة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة. وتهدف المبادرة إلى تحسين نوعية الحياة بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. احنا هنا بصدد بداية الشغل في مبادرة 100 مليون شجرة، دي توجيهات مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله دي يعني بالنسبة للوضع العادي بتخدم المواطن، بالنسبة للمتلذذات العامة، وبالنسبة للاحتباس الحراري والبيئة والطقس هنا بتعمل إن شاء الله على تغيير المناخ. احنا زرعنا هنا هوت في انتاج حي شرق في الميادين وفي الشوارع من الأشجار دي، زرعنا أشجار فيكاس وأشجار كاسيا، وفي بالنسبة للمنطقة هنا هوت زرعنا مجموعة من الأشجار. طبعا كان الأول بنزرع والناس ما كانش فيه توعية، فلما كنا بنزرع كان بيحصل فقد كبير في الأشجار، لكن حصل توعية للناس ونزلنا وفهمناهم ان الحاجات دي هتبقى مظهر جمالي ليهم، وان هم لما يحافظوا عليها ده ليهم يعني في المكان. المرحلة الأولى حاليا من ضمن المبادرة 170 ألف شجرة لمحافظة أسيوط، منها 55 ألف شجر مثمرة و115 ألف شجر غير مثمرة، شجر زينة. احنا وصلنا حاليا لغاية دلوقتي 60 ألف موزعناها على المراكز والأحياء، وبدأنا نزرع الشجر المثمر في المنشآت الحكومية، المدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والمستشفيات. شهدت قرية كفر عبد المؤمن بمركز ديكرنس في الدقة الأهلية انطلاق دورة رمضانية تم الاستعانة فيها بتقنية الفيديو ولوحة تبديلات إلكترونية وطاقم حكام. وتقام الدورة في مركز شباب القرية، حيث يتم بث المباريات مباشرة وبشكل محترف عبر قناة المركز على فيسبوك، مصحوبة بتحليلات مثل ما يحدث في بث المباريات الكبرى المحلية والدولية. دورات الكرة الرمضانية طقس شهير من طقوس الشهر الفضيل، ومناسبة يتجمع خلالها الشباب من مختلف الأعمار وفي مختلف الأماكن للتنافس والاستمتاع والشهرة أيضا. الدورة الرمضانية بقرية كفر عبد المؤمن بمركز ديكرنس بمحافظة الدقهلية نالت شهرة واسعة مؤخرا، والسبب محاولة القائمين عليها مجاراة تنظيم المباريات رسمية من خلال الاستعانة بتقنية الفيديو ولوحة تبديلات إلكترونية. طبعا انت لما بتعطي مجال للشباب بتلاقي التقنيات على اعلى مستوى،
بتلاقي بتفجر طاقاته وابداعات، بتدي لهم فرصه للابداع. فعملنا الفار، فكره الفار على اعلى مستوى، اللوحات الاعلانيه، التبديلات. على فكره في دكتور كمان موجود معانا هنا. فكرنا نعمل فار عشان نتدرج كل الاخطاء اللي كانت في السنين اللي فاتت في الدوره. عملنا الفار في كل الماتشات باربع موبايلات، وبنقدر نوصلهم على عن طريق الموبايل وباللاب، وكل حاجه بتبقى تمام. يعني الحكم بيقدر يرجع للفار في اي وقت وياخد منه القرار بتاعه. شباب متطوعه عشان تعمل تشتغل في اي حاجه خيريه، اي حاجه انها قوافل طبيه، اي حاجه تساعد البلد. ودايما بنسعى، هدفنا الاول ان احنا نطلع البلد بصوره كويسه. اتعرض علينا من مركز شباب كفر عموما ان احنا ننظم دوره رمضانيه. فاحنا اتحاد شباب لما بنحب نعمل حاجه بنحب نعملها على اكمل وجه ومستوى عالي جدا. ففكرنا وقعدنا وان احنا لازم هنعمل حاجه على مستوى عالي. احنا لو اتقلنا قبل الدوره ان الدوره بتاعتنا هتسمع بالطريقه دي احنا ما كناش صدقنا. لم تقتصر ابداعات القائمين على تنظيم الدوره على ذلك فقط، بل هناك ايضا بث مباشر للمباريات عبر قناه مركز الشباب عبر فيسبوك، مصحوبة بتحليلات لنسب الاستحواذ والإنذارات وحالات الطرد والتبديلات. دورة أثارت حالة من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات بالأفكار التي تضفي بهجة على المشاركين والمتابعين على السواء. أعلن البنك الأهلي والمصري وبنك مصر عن إصدار شهادات ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات. الشهادة الأولى ثابتة بعائد 19% سنويا يصرف العائد شهريا، أما الثانية فهي متناقصة بسعر عائد سنوي 22% للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا. تعكس تلك الخطوة الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم واستقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم. أكد وزير البترول طارق الملا أن الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والتحديث المستمر للأصول والمعدات هو العامل الرئيسي في استمرار الأداء الناجح والمتميز لشركات تنفيذ وإنشاء المشروعات البترولية. وخلال الجمعية العامة لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2022، تمت الإشارة إلى نجاح الشركة في تحقيق حجم تعاقدات غير مسبوق لتنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 123 مليار و500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 106% عن حجم التعاقدات في عام 2021. أما عن الأحوال الجوية فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية العراقية ويشدد على حرص مصر مواصلة تعزيز التعاون. الرئيس السيسي يوجه بأن تستهدف استراتيجية تنمية سيناء تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. مع استمرار الأزمة الأوكرانية، الاتحاد الأوروبي يؤكد العمل على التصدي لأي مخالفات روسية خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني.